السماء. اوكي. لا بس احاول افوت في الجو لاني بسوي لك مستوحاه من بيونسي. جو اسمعي. بحال ادماك احلى لوكي اليوم الثيم هو الميوزك ايكونز. مثل ما تركوا هن انطباع كتير حلو بعالم الجمال، كل ميك اب ارتست رح يعمل ميك اب على كل المشتركات ليطلعن باحلى اطلاله. ثيم اليوم كتير ممتع لانه عم نعمل لوكات مستوحاه من الايقونات تبعون الغناء سواء عربيا او عالميا. ليالي الانس في فينا. لا افضل اسوي مكياج حق اسمهان احسن مني اغني لها. اللوك مالها معتمد على الحمره الغامجه، رموش خفيف مع اي لاينر خفيف مو طالع لبرا. فادي بدنا نخطفك شوي بسرعه، الميك اب بتحس مين؟ فادي مين انا؟ ما بعرف حسيتها هيك فجاه هيك ورده. مظبوط؟ ايه. كل ده كان ليه؟ ارحميني بدي اخذ بريك بدي اكل. جيكو انا راجع انتقم. اليوم اللوك هو انسبايرد من الفنانه اللي انت بتحبيها بوني تايلر. بتعرف نحن بالثمانينات والتسعينات كان كثير دارج الجلتر، دارج الاي لاينر، دارج الاي شادو، دارج الملون، سو مشان هيك عملت هيدا المزيج تنطلع عن جد 90s up. واو كثير حلو. داليدا كثير معروفه كانت بالاي ميك اب خاصه العيون، فكانت دائما تعملهم هيك محددين ومسحوبين. كلارا ملامحها ولون بشرتها وستايل شعرها كيرلي، سهل انها تو ادابت لوك بيونسي على كلارا. ما تنسوا تتابعونا كل اسبوع على ماكوزماتكس ميدل ايست.